أهلا بكم أعزائي طلبة الثالث متوسط، وهذا الدرس الجديد في يونت 2 قطعة تي في كوميدي، برنامج تلفزيوني كوميدي. Schoolgirl in a new TV comedy. Years old takes main part. فتاة بعمر 16 سنة تأخذ الدور الرئيسي. Lucy Fisher, 16, Talk to Star magazine. Lucy Fisher عمرها 16 سنة تتكلم مع مجلة، يعني في مقابلة مجلة ستار، about her part عن دورها in the new TV comedy، في برنامج التلفزيون الكوميدي The Badri Family، يعني اسم البرنامج أو المسلسل The Badri Family، عائلة البدري. نبدأ بقراءة القطعة. In this comedy، في هذه الكوميديا، I play Samara. هنا لوسي تتحدث عن هذا المسلسل فتقول في هذه الكوميديا، في هذا المسلسل كوميدي، ألعب دور سمارة. The daughter in a traditional family. البنت في أو الابن في عائلة تقليدية. I live with my mother, father and younger brother. أعيش مع أمي وأبي وأخي الأصغر. My brother is very clumsy. أخي جدا سخيف أو غبي أو أخرق. أخرق يعني بالعامية نقول أثول. And is always having silly accidents. هو دائما يقوم بأعمال غبية أو سخيفة. Accidents حوادث غبية. In the first episode في الحلقة الأولى. He accidentally صدفة put salt instead of sugar. في الحلقة الأولى يضع الملح بدلا من السكر. In my mother's tea في شاي أمي. And it tasted awful. وكان مذاقه فظيعا. In every episode that trips over. Every episode في كل حلقة he trips over. يتعثر a lot كثيرا and drops things. ويسقط الأشياء. طبعا الغاية من هذه هي ليضحك الناس لأنه مسلسل كوميدي. I really enjoyed filming the latest episode. استمتعت بتصوير الحلقة الأخيرة because we go away as a family. لأننا ذهبنا في كعائلة في عطلة on a holiday. We stay in a fancy hotel. أقمنا في فندق فاخر with a swimming pool. يحتوي على حوض سباحة. And my brother falls in the pool. وأخي يسقط في هذا الحوض with all his clothes on بجميع ملابسه عليه. He gets soaked يعني أصبح مبللا. Soaked يعني wet مرطب أو مبلل. Later that day في ذلك اليوم فيما بعد he spills his drinks at lunch. يسكب شرابه على الغداء and then slips in the bathroom وينزل في البركة. Next week الأسبوع التالي we are filming an episode نصور حلقة where my brother puts cleaning fluid حيث يضع أخي مسحوق التنظيف on his hair على شعره أو سائل التنظيف على شعره instead of hair gel بدلا من جل الشعر and his hair turns green وأصبح شعره أخضر تحول لونه إلى اللون الأخضر. It's going to be so funny. سوف تكون حلقة مضحكة.